الصلاة والسلام أتمان الأحمنان على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار على ذكره إلى يوم الدين. معشر إخوتي الكرام، أخوات وبنات الحضور الكريم، جميع الأطياف والألوان والجمعيات والصحافة وغيرها من الحضور المميز اليوم في هذه الدار التي أصبحت عنوانا لمراكش. فنحن اليوم جئت أتحدث باسم برلماني حزب العدالة والتنمية في هذه الكلمة، كما قال الذين سبقوني بالكلام، للتضامن مع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة. والحقيقة أننا نتضامن مع أنفسنا، فهذه الدار نحن ترعرعنا فيها ودرسنا فيها وتربى فيها وتعلم فيها أبناؤنا وبناتنا وذوونا وأهلنا وما جاءوا إلى اليوم. فإذا كل ما يمكن أن يصل به أي جهة هذه الدار فهي يصلنا من ذلك نصيب. ولذلك إخوتي الكرام، نحن نأسف كثيرا جدا لمثل هذا القرار المتسرع الذي أوكل إلى مندوب الجهوي لوزارة الأوقاف، يعني في مراسلة أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها رسالة غريبة عن الأوضاع الجديدة التي يعيشها المغرب، غريبة عن السياق، سياق الانفتاح والديمقراطية والحرية التي جاء بها دستور 1 يوليو 2011، غريبة عن سياق الحرية، فهي فيها تعسف على القانون. لأن جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة جمعية مدنية كسائر الجمعيات التي تتحرك اليوم في المغرب، وهي سابقة من الناحية القانونية على قانون التعليم العتيق. قانون التعليم العتيق جاء بعد تأسيس هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات. لقد طلب لكثير من الجمعيات أن تحاول أن تكيف برامجها إن كانت هي أرادت أن تكون عندها تعليم نظامي كالتعليم العتيق أن تفعل ذلك. ولكن الذي لا يريد أن يكيف عمله في إطار منظومة تعليمية للتعليم العتيق فله ذلك أيضا. ولذلك في من الناحية القانونية القضية محسومة. رسالة مندوب وزير الأوقاف في جهة براكس تبع تعسفية وغير قانونية ولا تنتمي إلى العصر الذي نعيشه. وبذلك نستنكر حقيقة هذا التدخل بهذه الطريقة. من الناحية السياسية، إذا تكلمنا من الناحية القانونية، من الناحية السياسية يا إخوان باش نكونوا فاهمين وباش تفهموا مزيان باش نعرفوا بأن القضية راه ماشي قضية بسيطة، يعني تحرك فيها موظف في وزارة الأوقاف. قضية جاءت في سياق إقليمي وفي سياق جهوي وفي سياق دولي الذي يتألم فيه الجميع ويتكاتف فيه الجميع، جميع الدول في المنطقة من أجل محاربة الإرهاب. ونحن مع هذا التوجه ديال محاربة الإرهاب ومحاربة العنف، ولكن للأسف الشديد إذا كان السياق يتعلق بما يحدث في مالي وما يحدث في تونس
بعد بلاد الله ما يسمى بالسلفية الجهادية أو غيرها من أو القتالية أو غيرها، فإن هذا الأمر استعدريني ماذا تكون جمعية الدعوة سمية الدار القصير الذي يأتي عليه القرار في بداية المغرب. ما عندنا نعرف جيدا من بداية وجود هذه الجمعية أنها لا تنتمي إطلاقا إلى هذا الصنف من الفكر ومن التوجه، وأنها جمعية سلمية، وأنها جمعية لا تتعاطى إلى العنف ولا إلى الجهاد ولا إلى القتال ولا إلى ذلك. ومن فعل ذلك فليحاسب القانون. والأجهزة ديال الأمر هي كتعرف أي جهة وأي واحد وأي شخص في هذا المجال تحرك في هذا الاتجاه. لكن جمعية الدعوة القرآن والسنة بروادها الكبر وبآلاف روادها من الشباب والأطفال والنساء والرجال فهي لا تدخل مطلقا بهذا، وقد عبرت مرارا عن هذا الأمر للأسف الشديد. وبالأمس القريب في زمن الدعوة إلى التصويت على الدستور، دستور 2011، خرجت هذه الجمعية بروادها في كافة الساحات لتناصر هذا الدستور وتناصر الحرية الجديدة وتناصر مرجعية الإسلام في هذا الدستور وصوتت على هذا الدستور. فهل يكون جزاء هذه الدور اليوم أن تغلق؟ لأنها ناصرت كوابت الأمة وناصرت دستور الأمة اليوم، وهي تسير في إطار القانون وتشتغل في إطار القانون. جمعية مدنية لها أهداف مسطرة في قانونها الأساسي تشتغل على ضوئه كسائر الجمعيات المدنية في المغرب. وإذا أردت هذه الجمعية فلا ذلك، إذا أردت أن تفكر أن تشتغل في إطار التعليم العقلي وتدخل في حوار مع وزارة الأوقاف في هذا الموضوع فلا شيء أمنع ذلك. لكن إذا لم تريد فليس من العقل ولا من القانون أن نجبرها على التعليم العقلي، فطريقتها في الاشتغال كسائر طرائق المجتمع جمعيات المجتمع المدني. وكنقول كذلك من الناحية السياسية، إذا كان الأمر يتعلق بهذا العنوان الكبير ديال محاربة الإرهاب فليس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة محله أبدا. فنحن نعرف هناك برلمانيين في مراكش الذين نعرف رموز هذه الجمعية وهذا التوجه. هذا التوجه في الحركة الإسلامية هو توجه موجود وقائم على فكر معين، ويحتاج كذلك هذا الفكر إلى أن كذلك أن يجعل له ندوات ومراجعات وإلى آخره ويدخل في حوارات كسائر التيارات الإسلامية. واش التيارات الإسلامية اليوم في المغرب كاين غير هذا؟ كاين تيارات إسلامية أخرى أيضا لها جمعيات، فلماذا تغلق فقط دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة للقرآن والسنة؟ إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تغلق جميع الجمعيات الدعوية الإسلامية في البلد. هذا كذا ليس منطقا لا من الناحية القانونية، هذا يعني للأسف الشديد أن هذا كنقول قرار متسرع ويخلق الفتنة ويخلق الأزمة داخل المدينة وداخل البلد. بعد أن أعطى جلالة الملك، بعد أن أعطى الضوء الأخضر لفتح القرآن بعد إغلاق يقطع السفن، اليوم يراد إقناع جلالة الملك بأن هذه الجمعية جمعية ديال العبادة، وهذا غير صحيح. أقول من هنا بأنه لا يجوز أن تلقى تقارير تدلل على أن هذه الجمعية جمعية تدعو إلى الإرهاب والعنف. كبير أبدا. لا يحب القرآن الكريم.
20% فيها دروس تحسيسية في أمور تتعلق بالعقيدة، بعقيدة التوحيد وبعقائد المسلمين التي يعرفها الخاص والعام في إطار التربية وتكثيف التربية على القلوب وعلى العقول من أجل صيانة وحماية الأمن، الأمن الروحي والأمن العقدي لبلدنا. كما أننا عندنا أجهزة أمنية كبيرة ومتخصصة وتقوم بأدوار كبيرة من ناحية الأمنية لحفظ الأمن في البلد، فإن جمعية دار القرآن وجمعيات دعوية في البلد والحركات الإسلامية تقوم أيضا بدورها في الأمن، في المحافظة على الأمن الروحي والثقافي والعقدي لأمة الإسلام في هذا البلد. ولذلك نقول بأننا نحن كبرلمانيين نقوم بدورنا، وقد سألنا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن يستجيب لنا للرد على أسئلتنا في هذا الموضوع. سنقوم بدورنا في البرلمان ونقوم بدورنا بالمجتمع في حماية هذا المشروع وفي إعطائه الحق كسائر الجمعيات المدنية. واليوم تقوم الدولة حوار حول المجتمع المدني يشارك فيه الجميع بجميع تياراته الإسلامية واليسارية والمتطرفة والإباحية وكل الأشكال والألوان. فلماذا يكون الضغط على هذه الجهات فقط؟ نحن إذا كنا ندعو للحريات ونحترم كل جميع التوجهات التي أحيانا تكون ضد قيمنا وضد عقيدتنا وضد إسلامنا ونعتبر أن ذلك في الحرية، فكيف لا يلمح الحرية لأهل البلد ولبلابه الدولة؟ كيف؟ لا يعقل هذا. فإذا نحن وإياكم جميعا سنقوم بدورنا سلميا وبدون عنف، ولكننا سنناضل جميعا أنتم ونحن من جهتنا في إحقاق الحق وفي إقامة دولة الحق والقانون التي يقولها الدستور الجديد. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إخوة الكرام إلى أن ينتبه المسؤولون الذين يدفعون ربما هذا البلد إلى فتن وإلى الانزلاقات وإلى الانفلاتات. فأنا أقول لهم بأنه إذا سدت، إذا أغلق دور القرآن فسيصبح كل بيت من بيوت الإخوان دارا للقرآن. تكبير. ولكن الذي ينبغي أختم به هو أنني أدعو الإخوان في هذه الجمعية وفي غيرها من الجمعيات الإسلامية أن تفتح حوار مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ليس هناك مشكلة، ليس هناك مشكلة حتى في التعاون، وكان أولى أن تأتي وزارة الأوقاف لتدعم هذه الجمعية وتدعم حفظ القرآن وتدعم القراء. أنا أعرف أن مساجد وزارة الأوقاف اليوم ممتلئة برواد دور القرآن وبقراء دور القرآن وبالمتخرجين من دور القرآن في رمضان وفي غيره، فأين المشكلة؟ فكيف يكون هذا حلالا وهذا حرام؟ كيف نحكم اليوم على قراء دور القرآن ليتحفون بقراءة في جميع مساجد المملكة؟ هؤلاء أعظمهم في مسجد دور القرآن. فكيف يكون لا يكون هذا إرهابي ولا أهل عنف ولا يكون فيه عنف ولا يكون؟ هذا صحيح هذا الكلام. لذلك على المسؤولين وعلى وزارة الأوقاف أن تراجع قرارها وأن تعود إلى وجهها في هذا الموضوع وأن تفتح حوارا جديا وحقيقيا لدعم دور القرآن. حتى إذا كانت تعرف فيجب عليها أن تعرف ماذا يجري. وقد جاء قبل قليل أخي يقول لك بأنه جاء فينا ديال التشتيش أو جنان، لا شيء بذلك. يجي وسيدي واحد اليوم يدخل دور القرآن يشوف واش كيجري واش كيعيش، ماشي دور شي كيدار سرية ولا اليوم كيدار هادشي بالعلن. غبارة تسدد القرآن سيدار سر للأسف. هذا الفهم ليس فهما سياسيا صحيحا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إخوتي الكرام في أمر الحب إلى الله وأن يحافظ لنا على أمننا الروحي والعقدي وأن يحافظ لنا على هذه الجمعية وروادها وأن يجعلنا جميعا في خدمة وطننا وفي خدمة أمتنا وفي خدمة بني جلدتنا وفي خدمة أبنائنا وبناتنا إن شاء الله الرحمن الرحيم، لنقوم بدورنا الرئيسي والمهم في
المعالجة والمحاولة لإصلاح الروح وإصلاح العقيدة وإصلاح الأمة وإبعاد أبنائنا وبناتنا عما يدور حولنا وما يتسع حولنا من المخدرات والأشياء التي نعرف كلها ماذا يجري منها أسر المغربية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.